حنا في واحد البوسين باش نقول لكم لان هذا المبنى حشمنا باش هاد الناس قعدوا يعني حتى واحد ما كان بغا يتكلف والناس اللي كانوا حاضرين زيرونا قالت لا بدنا خاص تكون لجنه اختار فيها السيد الخير قيدون لاعبين اولمبيا الفنيه والسيمون اللي كان من الناس الولا اللي كانوا مسيرين الولا والسيد الجوالي اللي كان دائما انا حاضر وهذا الحاج مني حتى هو كان من المسيرين قدام يعني زيرو باش 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 هذه اللجنه باش تبدا واحد العمل وهذا العمل هو اتصال للجمعيات باش جمعنا كاع الجمعيات اللجنة لجنة مستقرة وهذه اللجنة راه قدرت يعني انطلقت بها انطلقنا لها الخدمة اللي كنا نديروها باش وجدنا لها الوقفة الاحتجاجية باش وجدنا الوقفة الاحتجاجية حتى هي تفرضت علينا يعني حتى حنا ما كناش نتظروها تفرضت مع الجمعيات اللي كانوا قبل كاين ما غادي يديروا هذه الوقفة الاحتجاجية حنا كنا عارفين ان الجلوس على الجمعيات كاس الوالد فخاصها تكون في اقرب وقت ما قدرناش نرفضوا كلجنه يعني حتى الوقت ما كانش عندنا باش نهيئوا نهيئوا هذا الوقت اللي كاين هذه اللجنه راه مستقره نقول لكم غير بدات هذا العمل هذه اللجنه ماشي هي اللي راه غادي تنقذ الامور ولا غادي تسير ولا هذه اللجنه بدات هذا العمل وغادي تكون لائحه مربوطه خارج القاعه هذه اللائحه نطلبوا من الاخوان اللي بغا يكون في هذه اللجنه ويجي يعاون ماذا بينا عليه لان هذا وحدنا حنا ما غاديش نقدروا نخدموا ولا سيما الحاج الحاج حتى ديال لنا بركه والاخوه المسلمون والحاج المبني يعني ما غاديش يقدروا يتواصلوا يتواصلوا بالناس راك عارف السيت ديالهم وراهم ما يقدروش يتواصلوا بالناس كما يقدروا يتواصلوا بعد الشبان اللي نطلبوا حتى هما ينضموا لهذه اللجنه وهذه اللجنه راه غادي تكون لائحه ونطلبوا من الاخوان والناس اللي باغيين يبغوا من هذا الفريق يسجلوا الاسماء ديالهم باش يشاركوا في هذه اللجنه ونقوموا بواحد العمل يعني لان هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي غادي تكون السبت غادي تكون غير وقفه من الوقفات اللي غادي تكون يعني غادي تكون الوقفات اللي غادي تكون عندنا غادي تكون تصاعديه يعني الوقفه اللي غادي نديروها يعني السلطه باش السلطه تشوف اللي عندنا واقفين وحتى السلطه تعرف باننا وجدا تبارك الله الناس منضبطه ودائما كنا منضبطين ولكن واحد المثل المغربي يقول لك اذا كانوا اذا كانت المدينه سكانها خفاف ما خاصش يكون الحكام ديالها جوج يعني خاصهم حتى هما يعرفونا اذا مشينا بهذا خاصهم حتى هما يمشيو مع هذا والسلام عليكم ورحمه الله.